النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الثلاث أيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها خلال هذه النشرة. الطقس الصيفي الاعتيادي المتوقع خلال هذا الأسبوع، ليالي معتدلة متوقعة، أيضا هناك رياح غربية تهب بشكل يومي. ننتقل الآن لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لبعض الغيوم المنخفضة في عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تحديدا فوق سواحل فلسطين، سواحل لبنان، سواحل سوريا، وأيضا أجزاء من أقصى شمال الأردن. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم تدريجيا مع ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن إلى توزيع وخرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من الاثنين وحتى الخميس. ولاحظ تمركز لكتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية على منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا في عموم منطقة بلاد الشام. هذه الكتلة الهوائية المسيطرة ستعمل على جعل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود الطقس حار نسبيا فوق الجبال لكن يكون حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية. لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وأيضا في السهول، ليصبح الجو معتدل في تلك المناطق بينما يكون دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. بالانتقال الآن إلى خرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة خلال منتصف هذا الأسبوع، تحديدا يومي الاثنين والثلاثاء، يلاحظ هبوب رياح غربية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون ذات سرعة معتدلة في عموم المناطق لكن تنشط في المنطقة الشرقية تحديدا منطقة الأزرق والصفاوي وأيضا البادية الجنوبية. تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني قليل في مدى الرؤية الأفقية لفترة محدودة خلال ساعات الظهيرة والعصر، سرعان ما تتراجع شدة هذه الرياح مع ساعات المساء والليل. ننتقل الآن إلى توقعات الطقس هذه الليلة في العاصمة عمان، حيث يسود أو تتفرق بعض الغيوم في العاصمة عمان خلال هذه الليلة مع 21 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما بالنسبة للتوقعات الجوية أيضا للعاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة، كما ذكرنا في هذه النشرة، يسود طقس صيفي اعتيادي طيلة الأسبوع الحالي. تستقر درجات الحرارة حول 30 درجة مئوية، أما الصغرى تستقر حول 22 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تنخفض قليلا درجات الحرارة لتصبح العظمى 29 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 19 درجة مئوية فقط. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.